نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا بتشهد محافظة أسوان إنشاء محطة لإنتاج شتلات القصب بكومومبو، بجانب وضع حجر الأساس لمحطة إنتاج قصب السكر بنظام الشتلات بمشروع وادي الصعيدة في إدفو، واللي هيكون ليه عائد ومردود كبير على محصول القصب، وده هينعكس على صناعة السكر محليا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد. سيادة اللواء صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذ هدير. اهلا بحضرتك. تاني اهم المحاصيل الاستراتيجيه بعد القمح نظرا لمساهمته في انتاج السكر، عايزين نعرف من حضرتك وتعرفنا اكتر على محطه انتاج شتلات القصب في اسوان. طبعا هو زراعه قصب السكر من الزراعات الاستراتيجيه في الدوله، والدوله بتدي لها اهتمام كبير جدا سواء كان في الزراعه او في القيمه المضافه اللي بتقام على زراعه قصب السكر. بالامس بحضور السيد وزير الزراعه والسيد محافظ اسوان تفقدنا احد مشروعات هيئه تنميه الصعيد بمشاركه وزاره الزراعه في مدينه كومومبو، وهو نظام تطوير زراعه قصب السكر بنظام الشتلات. كان في الماضي كان بيتم المزارع بيزرع القصب بنظام العقل، تطور هذا النظام وتطور اسلوب الري واسلوب الرعايه لهذه الزراعه الرئيسيه، الزراعه اللي ذات قيمه كبيره وذات قيمه مضافه بتقام عليها وهو انتاج السكر، وده سلع استراتيجيه. المشروع عباره عن حضانه تتكون من صوب بتهيئ بيئه مناخيه مناسبه لنمو وتطور الشتلات، ثم بيتم توزيع هذه الشتلات على المزارعين لزراعتها في الارض ولزياده الانتاج وتوفير مياه الميه، مياه الري، وتوفير وتقليل مياه الصرف الزراعي. طيب سياده اللواء، عايز اسال حضرتك ايه الفرق عن النظم القديمه اللي كنا بنستخدمها لنظام الشتلات دلوقتي؟ وحضرتك ان الانظمه القديمه اللي كنا بنستخدمها في زراعه قصب السكر، يمكن انا زي ما ذكرت لحضرتك بنظام العقل، وكان نظام الري كان نظام الغمر، يعني احنا كنا بنغبر الارض ميه. النظام الجديد لا، احنا بنزرع وبننمي الشتلات في حضانات عباره عن صوب، الصوب دي احنا بنتحكم في درجه الحراره وفي درجه النمو وفي درجه السماد اللي بنحطها وفي كميه الميه اللي بتلزم لانتاج الشتلات، ثم بتقعد فتره زمنيه في هذه الحضانات وتنتقل الى مرحله اخرى، ثم بيكون توزيعها على المزارعين لزراعتها في الارض. وزي ما ذكرت حضرتك انها بتزود انتاجيه الفدان، يعني كان عكس على الانتاجيه. كان الفدان زراعه القصب كان بينتج حوالي من 40 ل 50 طن، مع التطور في هذه الزراعه بتصل الى 80 و90 طن في عميز. الفدان. طيب هنا الفدان هيحتاج كام شتله، والشتله برضه هتطلع كام عود قصب؟ لا هو حضرتك، هو احنا المرحلة الأولى في المشروع الكومومبو ده بينتج 10 مليون شتلة، ال 10 مليون شتلة دي بتكفي لزراعة 1500 فدان. طبعا في الماضي ما كانش الكمية دي متاحة ان المزارع يقدر يزرع 1500 فدان ب 10000 ب 10 مليون. صحيح. بالظبط. زائد ان هو هيساعد كمان في ضبط الكثافه النباتيه في الارض. طبعا فكره طبعاً. التوزيع وهيقلل استهلاك المياه الري ومياه وتقليل طبعا مياه الصرف الزراعي. ده عظيم جدا. طيب سياده اللواء، عايز اسال حضرتك عن محطه الشتلات الموجوده في إدفو، وايه المختلف في هذه المحطه الجديده بكومومبو؟ هي ما فيش اختلاف، ولكن دي المرحله الثانيه لزياده انتاجيه الحضانه. يعني احنا المرحله الاولى اللي نفذناها في كومومبو هي بتقام على مساحه 27 فدان، ولكن المحطه الاخرى اللي في إدفو اللي تم تدشين وضع حجر الاساس بالامس دي امتداد لنفس السلسله، وبالتالي بتزود كميه انتاج الشتلات وزياده الزراعات القصب السكر. طيب احنا عايزين نعرف هنوفر ميه قد ايه، لان ده مهم جدا، وهل نظم الري هتبقى بالبيفوت سطحيه ولا تحت سطحي بمد خراطيم تحت هو الارض؟ هو طبعا انا يمكن ذكرت لحضرتك ان في نظم عباره عن بخاخات وعباره عن نزل بيضخ منها من كميه المياه المناسبه للشتلات، فبالتالي هنوفر كميه الميه قد تصل الى 70% من كميه الميه المستهلكه في الزراعات التقليديه في زراعه قصب السكر بالطريقه التقليديه.
مخطط امتى يا سياده اللواء يبدا التشغيل بشكل كامل لهذه المحطه؟ محطه كومومو ان شاء الله بنهايه شهر ابريل القادم هيتم افتتاح المحطه وتجهيزها بالشتلات وتوزيع هذه وانتاجها داخل المحطه وتوزيعها على المزارعين للموسم الجديد باذن الله. الموسم الجديد ان شاء الله في مايو الجاي باذن الله. عظيم جدا. طيب كل اللي بيعمل الكلام ده مصريين؟ ايادي مصريه؟ خبرات طبعًا مصريه؟ طبعا الـ الـ الشركه القائمه على تنفيذ المحطه هي الهيئه العربيه للتصنيع مصنع قادر. بتوفر طبعا كل العماله الغير مباشره الانتاج والعماله المباشره من المكان نفسه. ده من الحاجات اللي احنا بنحددها لما بيجي ننفذ اي مشروع على مستوى الصعيد. احنا بنلزم جميع الشركات وجميع الجهات المنفذه ان العماله المصريه، الاجهزه المصريه، توفير العماله من المكان نفسه. ده بيوفر فرص عمل غير مباشره لاهالينا في الصعيد، ثم فرص عمل مباشره للقائمين على هذه الزراعه. عظيم جدا يا فندم، كل الشكر لحضرتك سياده اللواء شريف صالح رئيس هيئه تنميه الصعيد، شكرا جزيلا ليك.